ادردش معاك شويه في التشكيله بتاعت النادي الاهلي المتوقعه. نمره اتنين، ان الكل بيلوم على مارسيل كولر في التشكيله اللي فاتت، لكنه في البعض يقول لك طب ما هو انت طاهر محمد طاهر جاب جونين ومصطفى شوبير لعب وادى مباراه طيبه، فيعني ممكن يكون في حاجه غير موفق فيها، لكنه في حاجتين هو موفق فيها. انت زعلان ليه؟ يحيى عطيه الله ما زال بيصنع الاهداف وعمل الهدف بتاع المكسب، فزي ما في سلبيات يا اخي ما في ايجابيات، ما توازن الموضوع عشان الدنيا تمشي بشكل صحيح. صحيح. هو السلبيات زي ما كنا بنقول هي اهم عنصر للايجابيات منها، يعني ازاي ان انا استخدمها كايجابيات. نعم. استخدمها مارسيل كولر كايجابيات طبعا. نعم. طاهر في مركز المهاجم احرز هدفين، عايزين ايه اكتر من كده؟ ده حاجه ممتازه. مصطفى شوبير لا خلاف، الراجل شال كور كتيره جدا وساهم على فكره في الفوز مع رامي اللي لعب دور كبير جدا. رامي عمل اكتر من تاكلينج وشال اكتر من كوره. فبالتالي احنا عايزين نقول يا كابتن شوبير ان مارسيل كولر عنده مشكلتين واضحين، رقم واحد زي ما قلنا الخروج بالكوره. هو مصطفى شوبير بيلعب على الارض كحارس مرمى بشكل افضل، عند بيمتاز بالحته دي، فاعتقد كان احد الحلول عند مارسيل كولر ان هو يستخدم مصطفى شوبير طبعا بجانب الجانب الفني كحراسه المرمى. انا بتكلم على النواقص عندنا، عندنا مشكله في ان احنا نمرر كوره ونعمل بيلد اب بشكل مظبوط. طيب انا استخدم نيدفيد هنا في المكان ده مش هيقدر يساعدني. اكرم توفيق في بعض الاحيان لما نزل ان هو يلعب دور الست او دور البيلد اب وينزل ما بين السيرد باكات برده كان عندنا مشكله في الميس باس، شفناها في اكتر من لعبه ان تاو ينزل لتحت خالص ويبدا ان هو يستلم الكوره ويعدل وشه ويلعب الطوليه برضه في مشكله. اذا وجود مصطفى شوبير كان احد الحلول لحل مشكله الخروج بالكوره والمساهمه، فده رقم واحد. رقم اتنين، انا عندي مشكله في نص الملعب. جيلبرتو دلوقتي بيتكلم على نص ملعب الزمالك. نص ملعب الزمالك بالمناسبه بأعتقد ان جوميز هيكون مجبر ان هو يلعب بزياد برضه تحت عبد الله السعيد وناصر، بالتالي هيضطر انه يعني استقر على شحاته. اوكي رجع يعني. ما هو احنا دلوقتي عندنا برضه مشكله في شحات، يعني بعض معظم الكرات اللي شفناها الواحد على واحد ورمضان خدوا اكتر من لعبه اتلعبت في ظهره اكتر من لعبه، في مشكله دي نقدر نستغلها كنقطه قوه. فنرجع لنص الملعب بتاعنا كمارسيل كولر محتاج ايه؟ لا احنا محتاجين ان احنا نرجع للديفلت بتاعنا. مروان مع اكرم في المنطقه ديت عشان نقفل المساحات ونغطيها بشكل كبير جدا. وعايزين بقى لاعب زي قفشه هنا في اللي هو اللي هيقدر ان هو يحرك يقدر يلعب يوم. شوف انا بشوف دلوقتي ان امام من وجهه نظري ما ابداش بيه. لو انا هلعب بيه جناح او مارسيل كولر هيلعب بيه جناح شمال زي الماتش اللي فات مستحيل بالظبط. فبالتالي احنا شفنا التجربه الانتاجيه بتاعتها مش الشكل الافضل اللي احنا خرجنا بيه. فبالتالي مباراه بكره بالشكل اللي احنا شفناه في الزمالك محتاجه قفشه وتحته مروان واكرم بشكل كبير جدا. قفشه مؤخرا ليه ادوار دفاعيه هايله، بيرجع وان هو يبدا الهجمه من ورا، فليه مساهمات بالشكل ده كويس جدا. محتاجين اللاعب اللي حرك الفريق ويلعب الكره في العمق بشكل افضل من كده. ليه؟ لانك انت الفول باكس عندنا عمر كمال اكيد، وطبعا يحيى عطيه الله بنشوفه في التقدم الافضل. عمر كمال يبقى باك رايت ولا اكرم يبقى باك رايت؟ انا شايف ان عمر كمال. عمر كمال بكل تاكيد. ليه؟ لان احنا الناحيه الثانيه عندنا بنتاج عنده برضو بعض المشاكل. على فكره هو عمل اكتر بس من تاكلينج، عندك مشكلة سريع جدا. اوكي هو سريع جدا، احنا لسه ما شفناهوش لاعب يعني بعض الدقائق. معلومه بس اتاكد منها يعني. طبعا اكيد سريع جدا جدا ورجليه تقيله جدا كمان. صحيح. فبالتالي احنا محتاجين طبعا المساهمه. عمر كمال لازم يبقى معاه طبعا، اكرم بينزل اديني تشكيله متوقعه. يعني انا اعتقد واتمنى ان برضو مصطفى شوبير يكمل. محمد الشناوي هيلعب. محمد الشناوي بشكل كبير، ده اللي احنا يعني وصلنا او سمعناه. بكل تاكيد اكيد ياسر وربيعه او رامي ربيعه، وطبعا هيبقى عمر كمال ويحيى عطيه الله قدامهم نص الملعب زي ما انا بتمنى. واقول برضو كولر ممكن يلعب ازاي، هيلعب طبعا انا اتمنى مروان وطبعا اكرم ومعاهم قفشه. ماشي. هو هيلعب ايه؟ هيلعب مروان واكرم ومعاهم امام. ماشي. شحات والاثنين اوكي تمام. ماشي. مفيش مشكله. ولكن امام زي ما قلنا نلعب جماعي. اكتر طبعا الشحات وسام لا خلاف. ماشي. هنا بقى الجناح اليمين هنقف شويه. يلا انا ممكن اشوف ان هو ممكن يستخدم طاهر. ممكن. ليه؟ لان انا في بشوف ان طبعا طاهر هيلعب جناح وهيكون ليه بقى الادوار الدفاعيه يا كابتن. لان طاهر كمان. طاهر بالارقام بالظبط لسه عايز اقول لحضرتك بالارقام من اكتر اللعيبه اللي بتساهم في استخلاص الثنائيات.
بيرجع بيليه ادوار دفاعيه واستخلاص الثنائيات او التفوق في الثنائيات عالي. نعم. فبالتالي هو هيحتاج طبعا البروفايل بتاع طاهر. الوقت خلص هسالكم انتوا الاثنين سؤال مشترك، تتوقع المباراه تنتهي في وقتها الاصلي ولا تصل الى وقت اضافي ولا تصل الى ركلات ترجيح؟ التاريخ بيقول لنا ان احنا واجهنا الزمالك في نهايات السوبر 6 مرات تقريبا. نعم. الاهلي فاز في 4 منهم في سوري يعني تقريبا 8 مرات 6 منهم فوز في الوقت الاصلي واثنين بضربات الجزاء فازت الزمالك. نعم. مؤخرا الزمالك فاز علينا في ضربات الجزاء. نعم. اتمنى ان هو واشوف ان هي قد لو لعبنا لعبنا ده والضغط من الاول. نعم. تخلص في الوقت الاصلي.